حكيم الحيطي، حكيم الحيطي ما عرفت جا واقيلا وزيرة المعادن واقيلا ولا جيت انا حكيمة؟ لا ما كنعرفهاش. لا حكيمة الخياط؟ الحيطي؟ لا ما كنعرفهاش. لا وزيرة البيئة كان ديال التقدم ولا ديال حزب ديال الحركة الشعبية وقيادي عندهم في الحزب. شكون؟ الوزيرة ديال البيئة. حكيمة الحيدر ما عرفتش الصراحة. لا حكيمة الحيط هي اللي جابت لنا الزبل المغرب، هي اللي جابت لنا الزبل المغرب كما قال الدري. صافي شي كنعرفو عليها. بغينا شي حد من البلاد تقدم الاستقالة ديالها. ها؟ حكيمة الحيط ما عرف. هي ديالت البيئة، وزير ديال البيئة. ونعرفها مزيانة وراه خدامة الحمد لله ومزيانة. ما عنديش فكرة. حكيمة الحيطي وزيرة الأزبال. عاد عرفتها مولات حكيمة الحيطي. هي وزيرة البيئة وقيلة. صافي راه باينة وزيرة البيئة. البيئة البيئة لا اختي ما عرفتهاش. لا غتكون شي صحفيه بحالكم ولا تكون شي ممثله؟ اوكي ندي ما نكذبش عليك جون سيبا نو ما عرفتهاش. لا لا ما عرفتهاش. ماشي ممثله مغنيه شنو؟ حكيمة الحيطي هي اللي خصها تعرفنا ماشي احنا اللي خصنا نعرفوها. عرفتهاش. حكيمة الحيطي اللي كتنزلنا للغيط. شكون هاد حكيمة الحيطي هادي؟ شكون كنعرفوهاش؟ وزيره زعما. نضحكوا عليها وصافي. والله يغفر لك اختي، الله يغفر لك. هادشي اللي غنقولوا ما عرفت هادشي اللي كيقولوا اختي. واش جيب لنا الزباله من الطاليان وتقول لي علاش؟ دابا هما حيدوا الميكا وجابوا الزبل. ما عرفت شو هي كتقول وقيله. لا ياك ماشي انا، وتيقولوا بان شي واحد في ياك في الحكومه هو اللي كذا. والله ما عرفناش الحقيقه، كيعرفها الله سبحانه وتعالى.